نسعى له. طيب بمناسبة ان احنا بنتكلم على حراس المرمى وعلى تألق علي لطفي، هل بالفعل في حسبان مستر مارتن لاسارتي خلال الفترة القادمة ان يكون هناك تفكير في استقدام حارس مرمى جديد خلال الفترة القادمة ولا لا؟ طبعا السؤال ده حضرتك هتستغربه، ولكنه خلال الفترة اللي فاتت كان في كلام ان حضرتك طلبت هذا الموضوع. No, no, no hemos hablado. ما كلمناش في ده. De ningún jugador. ولا عن أي لاعب بعينه. De ninguna posición. ولا في أي وضع ما كلمناش. Los jugadores que tenemos son los que tenemos. اللعيبة اللي عندنا هم اللي عندنا. Y bueno, y vamos a seguir a terminar los campeonatos con los que tenemos. وهنكمل البطولات باللعيبة دي. Más adelante no sé. يمكن في المستقبل مش عارف إيه اللي ممكن. Pero de momento no hemos pensado en nadie. في الوضع الحالي لا. En ninguna posición. بأي مركز.